السلام عليكم، معاكم دانا الحسن أو بعضكم يعرفني مس دانا. من هواياتي المفضلة القراءة. ليش أحب القراءة؟ لأني لما أمسك الكتاب وأقرأ أقدر أسافر لأي عالم أبي بمخيلتي، وأقدر أتخيل الأحداث، وأقدر أتخيل الشخصيات اللي موجودة بالكتب. وهم من هواياتي المفضلة إن أنا أعلم الأطفال الصغار القراءة والكتابة، عشان كذي صرت مدرسة. أتمنى إن أنتوا بعد تحبون القراءة كثر ما أنا أحبها، وما يخالف إذا أنتوا للحين صغار وما تعرفون تقرون. أهم شيء إن إحنا نتعلم القراءة عشان نقدر نستفيد من كل هذه الكتب اللي موجودة معانا بالعالم. قصتنا اليوم اللي راح أقرأ لكم إياها اسمها كيف أحسن إلى جاري. هذه القصة تتكلم عن اثنين أخوان. قصتنا اليوم اسمها كيف أحسن إلى جاري، تأليف صفية البكري. القصة اللي راح نقراها اليوم تتكلم عن ولدين أخوان. خلينا نشوف شنو صار معاهم. فهد وحمد توأمان في الصف الثالث الابتدائي. فهد يحب الابتسامة والمرح، يبتسم لزملائه بعد توديعهم من المدرسة، ويبتسم لصاحب البقالة. أما حمد فيحب صداقة القطط ويلاحقهم في طريق عودته من المدرسة. شفتوا شلون هم أخوان، بس كل واحد فيهم غير عن الثاني. كل واحد يختار الأشياء اللي يحبها ويسويها. حمد يحب القطط. القطط يعني القطاوة. تحبون القطاوة؟ تشوفونهم بالشارع يركضون ويدورون أكل، تساعدونهم، تعطونهم أكل، تحطولهم ماء. كذي إحنا نقدر نساعد الحيوانات. خلينا نشوف شنو صار. سمع فهد صراخاً، اقترب منه ليعرف السبب، فوجد شقيقه حمد منزعجاً، ورأى كومات من الأوراق مبعثرة أمام منزلهم، وقطتين تعبثان بكيس القمامة بحثاً عن طعام، ولكنها فرغت الكيس من محتوياته في الشارع. شنو شافوا؟ شافوا قطوتين قاعدين يشقون كيس الزبالة. ليش يشقون كيس الزبالة القطاوة؟ ايش رايكم؟ ليش ممكن يسوون كذي؟ اكيد يواعة قاعد يدورون اكل، صح؟ بقايا الارز وعلب الغازات واشواك السمك فلوثت المكان. قال حمد بغضب: لابد ان اولاد الجيران هم من وضعوا كيس قمامتهم امام منزلنا. رد فهد: لا تظن سيئا بالجيران يا أخي، هيا لندخل المنزل ونخبر والدتنا بما رأينا. حمد كان وايد معصب. ليش حمد عصب؟ لأنه شاف وايد وسخ قدام بيته. وشنو قال؟ قال أكيد هذول جيراننا هم اللي حطوا الكيس هني وتوسخ بيتنا. بس فهد أخوه قال له: ما يصير تقول كذي عن جيراننا، وإحنا مو متأكدين إذا هم اللي وسخوا أو لا. خل نشوف شنو صار لما راحوا يقولون حق أمهم. شعرت الأم بالأسف لما سمعت وقالت: لا بأس يا صغيري، سننتظر والدكما حتى يأتي، ولكن إياكما أن تسيئا لجيراننا بالحديث أو بالإشارة. شنو قالت لهم أمهم؟ وايد زعلت إنه صار وسخ بالبيت. بس شنو قالت؟ خل ننظر أبوكم وخل نشوف شنو يقول.
بس لا تكلمون جيراننا ولا تقولوا لهم أشياء مو زينة وتقولوا لهم أنتوا وسختوا. وفي المساء عاد أبو فهد إلى المنزل محملاً بالفاكهة وطبق من حلوى الشوكولاتة. تناولت أم فهد الأكياس من زوجها فيما ركض الولدان ليسلما على والدهما. رد أبوهم البيت ومعه وايد أغراض من الجمعية. كانت تقوم الأم بسرعة تساعده، والأولاد شنو سووا؟ ركضوا له عشان يبي يسلمون عليه، وأكيد أكيد بيقولوا له شنو صار. ولش رأيكم؟ خنشوف. شاهد الوالد ملامح الاستياء على وجهي صغيريه وسألهما: ما بكما؟ لما تبدواني منزعجين؟ شافهم زعلانين وقال لهم: ايش فيكم زعلانين؟ شافهم ابوهم زعلانين وسألهم: ليش انتوا زعلانين؟ رد حمد: هل شاهدت النفاياتي في الخارج يا ابي؟ اضاف فهد: أخي حمد يظن أن أبناء جارنا تعمدوا فعل ذلك ولهذا هو غاضب. شنو قال حمد حق أبوه؟ يبا شفت برا كله وسخ. وقال فهد: إيه يبا، بس حمد يقول إن جيراننا هم اللي سووا كذي. ابتسم الأب سعيدا باهتمام ولديه بالنظافة. قال حمد: هيا يا والدي نتصل بجيراننا ونطلب منهم أن ينظفوا المكان حالا. شنو قال حق أبوه؟ يلا يبا الحين خندق عليهم ونقول لهم بسرعة يروحون ينظفون المكان الوسخ. ولكن الأب أوقفه قائلا: بل هيا لنحضر مكنسة وجاروفا وكيسا كبيرا يا أبنائي. سمع كلام الأب واتصل على الجيران ولا لا؟ لا، قال له: يلا خنروح نجيب مكنسة وجاروفا وكيسا. شنو يعني جاروف؟ يعني مخمة، كيس كبير. شنو تحقون الأبو يبي يسوي مع أبنائه؟ أدرك الولدان أن الأب يخطط لتنظيف الشارع وليس فناء المنزل فقط. هني فكروا وقالوا: شكله أبونا يبينا ننظف معاه. سأل حمد والده وهو يمسك الجاروف بيده: لماذا لا يقوم الجيران بذلك؟ وهل سننظف وراء كل الجيران يا أبي؟ شنو قال حمد؟ ليش الجيران مو هم ينظفون؟ يعني إحنا لازم ننظف وراهم كلهم؟ كان سعيد حمد ولا كان معصب؟ أنا أتوقع حمد كان معصب وزعلان ما وده ينظف. خل نشوف شنو صار. أجاب الأب مبتسما: الجار يسامح جاره يا بني، وعلينا ألا نسيء الظن بالناس خاصة الجيران، فقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار. فشنو قال لأبوه لما شاف حمد للحين معصب؟ قال له: ما يصير نسيء الظن، يعني ما يصير نفكر إن جيراننا أهما اللي وسخوا، يمكن مو أهما، يمكن صار شيء وإحنا ما ندري شنو هذا الشيء. لازم دائما نحسن الظن ونفكر الأشياء الزينة بالناس. قال فهد: صحيح، لقد تعلمت في المدرسة أن الإحسان إلى الجار دليل على الإيمان بالله تعالى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. همس أمام أخي: هل سيحسن لنا أحد الجيران لو حدث معنا ذلك؟ سأل فهد: ماذا تقول يا حمد؟ أنا لا أسمعك. شنو قاعد يصير؟ شنو صار؟ حمد قال حق أخوه فهد: يعني أنت حين تهجى إذا إحنا وصخنا الجيران راح يسوون نفس الشيء، ينظفون الشارع ويقولون مساكين مو قصدهم؟ كان يقول لفهد: ما أسمعك، قول بصوت عالي. ليش تتوقعون فهد قال كذي؟ لا شيء، قال حمد، ثم وضع ما جمعه بالجاروف في سلة القمامة، فسمع صوتا يقول له: شكرا لك أيها الولد الطيب. حمد قاعد يلم الوسخ وكب الوسخ بالزبالة، كان يسمع صوت يقول له: شكرا. منو تحقون هذا الصوت؟ وقف حمد مكانه علّه يسمع الصوت مجددا،
فاقترب منه شقيقه فهد وأمسك بيده التي لا تريد نزع الجاروف وقال: هي حمد، حمد، ما بك يا حمد؟ إنها سلة القمامة يا أخي، تشكرني بطريقتها. شنو؟ حمد وقف مكانه مستغرب وشوية خايف، كان يقول له أخوه فهد: إش فيك حمد، إش فيك؟ كان يقول له: كنا الزبالة قالت لي شكرا. تحقون الزبالة صدق قالت لي شكرا؟ ابتسم فهد قائلا: أما أنا فقد شكرني الشارع، ووضع الأوراق المتطايرة في جاروفي لأضعها في سلة القمامة التي شكرتك. ضحك الولدان وقالا معا: هيا نحسن لجيراننا. فهد وايد كان مستانس لأنه هو يخم الشارع ييه الهواء وطير أوراق الأشجار داخل المخمة، فهو حس إنه نظف وايد واستانس إنه هو قاعد ينظف الشارع. انتهى الأب وأبنائه من تنظيف المكان، فظهر أمامهم الجار أبو محمد عائدا من منزله فظهر أمامهم الجار أبو محمد عائدا إلى منزله، فأدرك تصرف ولده عبد الله الذي طلب منه صباحا أن يضع كيس القمامة في مكانه المناسب وليس حول فناء المنزل. وهم توهم مخلصين التنظيف من شافوا جارهم أبو عبد الله رد البيت من الشغل، فجارهم شاف القمامة على الأرض وقال: أوف، شكل هذا ولدي عبد الله لما قلت له قطل الزبالة في حاوية الزبالة شكله انه هو قطها بالأرض. فأسرع إلى أبي فهد وقال معتذرا خجلا: سامحني يا جاري العزيز، لقد أخطأ ولدي بتصرفه، لكنه بالتأكيد لم يقصد أن يسبب الأذى لكم، سأراقبه أين يضع كيس القمامة في المرة القادمة ليسعد بمحبة الجيران له. فراح أبو عبد الله لأبو فهد وقال له: أنا أعتذر منك، أنا وايد آسف، شكل ولدي عبد الله لما قلت له يقط الزبالة ما قطها بالمكان المخصص، بس أنا متأكد إنه هو ما يبي يأذي جيرانه، بس الحين راح أكلمه وأحرص عليه إنه هو يذكر وين يقط الزبالة، لأن إحنا دائما الجيران نبي نساعد بعض ونبي الجيران يحبوننا بأفعالنا الطيبة. وبشذي تكون خلصت قصتنا اليوم إن شاء الله استفدتوا. أنا وايد استفدت من هذه القصة. تدرون شنو استفدت؟ استفدت إن الواحد المفروض ما يسيء الظن، وإن قبل أن نسيء الظن ونقول يمكن هذول يسووا كذي ويمكن جيراننا يبون يأذوننا، دائما نتأكد، وحتى لما نتأكد نسبق النية الحسنة. شنو يعني نسبق النية الحسنة؟ يعني نقول يمكن ما كان قصدهم، يمكن كان ودهم يسوون شيء وما قدروا، يمكن كانوا مستعيلين وما شافوا هذا الشيء صار، وما شافوا كيس القمامة طاح على الأرض. دائما نحسن الظن، مو بس بجيراننا، بأصدقائنا وبأهلنا وبكل الناس. أتمنى تكونون استفدتوا معي واستمتعتوا بهذه القصة، وإن شاء الله نشوفكم بالحلقات الجاية، قصص جديدة ودروس جديدة.